في اطار دائما التحضير ديالكم. سي روحلي. سي هشام، بغيت نسول الناس كيسولوا على اللاعبين اللي جاوا هذا العام، لو ريكروتمون اللي كانت، شكون اللي الان جاب صفه رسميه واللي كيشارك في التدريب معكم؟ اللي لحق فريق الوداد البيضاوي كاين اللاعب الكعبي، اللاعب الدولي الكعبي، كاين اللاعب كاسانغو، اللاعب فريق الزمالك، كاين اللاعب البهجة، كاين اللاعب ماجد الدين، وكاين اللاعب كمال ديال فريق الجيش الملكي حاليا. هادو اللاعبين المتواجدين بالصفه الرسميه وكيشاركوا في التدريب. كيشاركوا في التدريب، كيشاركوا معنا في المعسكر. هادو هما اللاعبين المتواجدين بالصفه الرسميه. نعم. واش هاد الانتظار ديال القرار ديال 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 الكاف ولا ديال الطاس ما خل اللي كتدخل انتظار كطاقم تقني كتصعب عليك انك تبرمج، لان مطالب انك تكون واجد في اي لحظه، فما خلفش لكم واحد الارتباك على مستوى الاعداد. نعم نعم، صحيح السير عليك، كان التدخل يسمح له والملاحظه يسمح لها، لان ربما الاستعداد كان تكون الموسم الحالي، ولكن نظرا للطارئ كما كيعرف الجميع كانت استعدادات دائما تاخذ بعين الحيطه والحذر باش تكون في الجور جي ولا المباراه كما يقروها الكاف تكون موجود ليها. نعم. وشنو نقول لك، حتى المباراه هذه كثر عليها القيل والقال، حتى فقدت الحلاوه ديالها. هذا الامور اللي يمكن نقول لك حنا كجهاز تقني، حنا الاهم ديالنا هو نهيئوا اللاعبين على جميع المستويات باش يكونوا مستعدين لاي مقابله والواجهات اللي نلعبوا فيها. نعم. وانتم دائما مركزين على الجانب التقني. مجموعه اللعابه اللي تمت المنادات عليها المنتخبات الوطنيه، كاين المحليين، كاين اقل من 23 سنه، كاين مجموعه اللعابه اقل من 20 سنه، غير باش تعطينا الاسماء واللي ما حاضرينش الان في التدريب مع فريق الوداد. وهذا في الحق شرف، كيبقى شرف اللاعب المغربي وشرف شرف الفريق الوداد البيضاوي اللي كطعم المنتخب الوطني اللي هناك العمل كبير. بالنسبه للاعبين اللي مولات عليهم المنتخب المحلي، كاين في حراسه المرمى التقناوتي، كاين اللاعب النهيري، كاين الوليد الكرتي، صلاح السعيدي، جبران، وكاين حداد معين، كاين اوك مطرجي. هذا بالنسبه للمنتخب المحلي. كاين لاعب داري بالنسبه للمنتخب ايفان تروا، وكاين الحارس المرمى طه مريد اللي تنادى عليه ايفان. هذو هما الاسماء اللي تنادت عليهم المنتخبات الوطنيه. نعم. واكيد يعني تدريب في ظل الغياب كنظن واحد 12 لعاب، فرقه ما كايناش. فرقه ما كايناش. وبالحمد الحمد لله تتبقى مصلحه ديال الفريق الوطني وصحه كبيره واساسيه، ولكن ما نساوش حتى هنا فريق الوداد اللي كيمثل المغرب في المحافل الدوليه والخارجيه. حتى هو كان عندنا اتصال ب المدرب الوطني حسين عموته، سي حسين عموته والسي حسن الوداري، اللي زودناهم معطيات وليفوليسيون شاك جوار والمباريات اللي لعبوا والاستعدادات، وعطيناهم لي تيست فيزيك. كان واحد التواصل باش نعرفوا لو طرافاي كيف كاين فون، باش يكون واحد النظره واحد كومونيكاسيون موحده. نعم. رياض. سي يوسف مساء الخير. مساء الخير استاذ رياض. سي يوسف، الجماهير الوداديه متخوفه اولا من الجانب النفسي ديال اللاعبين ديال فريق الوداد وطول الانتظار من اجراء المباراه ديال الترجي التونسي، وايضا الانطلاقه ديال التدريب. وانا كنعرفك بانك انت اللي بديتي التدريب مع فريق الوداد في 1 يوليو. الان التدريب ولا الاستعدادات ديال فريق الوداد فين وصلت؟ الجاهزيه البدنيه ديال اللاعبين، ايضا تاع الجاهزيه الذهنيه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد، واش ما بقاش التاثير ديال الانتظار ديال المباراه ديال الترجي؟ صحيح، كما كنقول دابا حتى لا شتي المجموعه التركيبه البشريه ديال فريق الوداد البيضاوي كتضم لاعبين محترمين عندهم تجربه كافيه كبيره ولهم الامكانيات والمؤهلات باش يجاوروا ولا يقرعوا ولا يلعبوا اي مباراه. كما لاحظتي في الربع سنوات الاخيره راه البصمه اللي بصم عليها فريق الوداد البيضاوي، كما شرتي الاستعدادات الظروف هي في الحق زيد صعبه، اللي كيكون انتظار باش تلعب مباراه كيكون واحد هذا. ولكن كجهاز فني كنحاولوا نهيئوا اللاعبين على الجهاز على مستوى كونسونتراسيون والفورس كاركتير، باش هذه راه ما عمر وقع هذه الحاله هذه الفريق البيضاوي، لكن خدينا فيها درس كبير. نتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون مستقبل مشرف، وحنا مستعدين ونطالبوا الجماهير الوداديه ان شاء الله باش تكون السند ديالنا والدعم ديالنا وانتخبت معنا باش تحقيق المرتغى والطموحات ديالنا، ودائما نبقوا في القمة.